بقول لك ايه يا بابا، انا هنزل. رايح فين يا حيوان؟ اكيد رايح يقابل بنات او يشرب سجاير. يا ابني نفسي تخليك في حالك عشان ما اجيش اضربه. الحقني يا بابا. يرجع مكانك يا بدل ما امك كسره. طب ينفع بس سيبنا ننزل عشان ما تاخرش؟ هتاخد اخوك الصغير معاك وانت نازل؟ نعم. اخد مين يا عم؟ ده يفضحني. هتاخده؟ يعني هتاخده؟ الكلام خلص. طب تعال. اه يا رخم.